للأسف يعني نحن نعتمد بشكل رئيسي على النص القانوني، لأنه إذا وجد العقاب ووجد الرادع لخاف مرتكب هذه الجريمة، الجريمة المتكاملة الأركان، المجرم القاتل الموجود ضمن عائلة مفروض أنها شبكة الأمان الأولى التي تحمي الابنة وتحمي الأخت وتحمي الزوجة، هو من يقوم على قتلها وتتستر العائلة عليه ولا تشهد ضده. أنا يعني أختلف أنه العامل الاقتصادي أنه قد يكون له هذا الباع الطويل، وإنما هي الموروثات الاجتماعية التي تحميها القوانين. يعني هي موروثات بائدة وتعتبر المرأة وكأنها ملكية، يعني هي مثل ربما ما موبايله، بجوز موبايله يكون أغلى منه، مثل أي قطعة أساس في البيت متوارثة. يعني أنت تخيلي أنه النص القانوني بيقول لك أنه يعني من فاجأ زوجته، يعني بما في معناه من فاجأ زوجته أو أحد أصوله بوضع مخل أو بجريمة زنا، يرتكب جريمة زنا أو فاحشة يحق له قتله. تخيل أنت أو أحد أصوله، يعني بنت خال، بنت عم، زوجة أخ، يعني وكأنها فعلا هي مشاع. أنا أقول بأن الموروثات الاجتماعية هي من يلعب دور. فضمن الإحصائيات نجد بأن جرائم الشرف تحدث في الأرياف أكثر منها من المدن الصغيرة، وفي المدن الصغيرة أكثر منها في المدن الكبيرة. ثانيا، هي تحدث ضمن البيئات الأقل تعلما، يعني بتلاقي أغلبهم لا يحملوا أكثر من مؤهل الابتدائي أو الإعدادي، تقل في الثانوي وتقل أكثر في التحصيل الجامعي، وتكاد تنعدم حين يكون الشخص يمتلك الدراسات العليا. والسبب يعود إلى أنهم يرتكزون على عاملين، عامل الدين وعامل القانون. عامل الدين أصلا لو هو قرأ دينه أو أكمل ما كان يدرسه من الدين حتى المرحلة الثانوي لوجد أن الآيات التي تتحدث عن الزنا